ولد محمد حسين زيدان في المدينة المنورة عام 1906، فقد والدته باكرا قبل أن تتولى جدته ميثاء تربيته. درس في كتاب الشيخ محمد الموشي منذ أن كان في سن الثامنة، وأظهر قدرة على الحفظ وبراعة في توظيف المعلومة خلال النقاش. هل احنا سمعناها منه الله يرحمه ويحسن إليه، إنه أولا نشأ يتيما، ولد في بيت شعر، تيتم في عمر السنتين، وربته جدته رحمة الله عليها، واحتضنه والده، فكان قريبا من والده، ويذكر جدته بكل فخر واعتزاز، وكان فخور بأنه يتيم من أيتام، وبالتالي نشأ يتيما وتعلم يتيما، وكان حريصا على أن يذكر هذه الحقيقة، وكان مولع بالأيتام ووضع الأيتام، ودائما يذكرهم في كل نصائحه لنا في كتاباته، وكان يعرف قيمة من راعى اليتيم، وبالتالي هو كان يتيما وكان حريصا أن يرعى الأيتام، وفي نفس الوقت كأب كان حريصا أن لا نيتم، ولكن طبعا الله سبحانه بفضل الله أمهله العمر والعافية، فربانا أحسن تربية، وربانا على حب الأيتام والعطف على المساكين وما إلى ذلك. والحمد لله مشى، يعني ربنا ساعده، رغم يتم الأم لكن ربنا ساعده. وجدته كانت نجدية من نجد، من القصيم، ربته عشان كذا يحب البدو ويحب النجادة، وكان يعني طريقته بسيطة زي بساطة البدو، مرة حنون وحبيب وعطوف وكريم، وكل الأشياء الحلوة اللي في صفات البدو كانت موجودة فيه، لأنه عاش مع البدو شوية، يعني جدته أمه بدوية من آل فضلون، حق فضلون المدينة أمه، وجدته من نجد، كانت عندها بيت شعر، الشعر هذا اجتمعوا عندها الأدباء والشعراء وتكلموا عندها، فهو أخذ من فصاحة البدو، فصاحة النجاء، فغلق نفسه هو سبحان الله، ربنا فاتح عليه من الثقافة والعلم والمعرفة.